محمود، لان انا يعني مع الفريق التاني، انا كآية يعني رأيي مع الفريق التاني، وعايزة افهم وجهة نظرك. يعني ليه مش عايز تحسن شروط جواز بنتك؟ تقصد ايه بالتحسين؟ تحسين ايه بالظبط؟ يعني حضرتك لما جيت تتجوز كانت ظروفك، يعني تقصد ظروف ماديه ولا الظروف ظروف الماديه؟ انا وظيفيه دلوقتي ولا بتكلم بتاع عن ولا الماديه. الكلام ده؟ بص، ما هي الماديات دي متغيره، ما بتفضلش زي ما هي ثابته على حده. ما انت مثلا انت بتتكلم على القيمه ولا السعر؟ القيمه غير السعر. الحاجه اللي لها سعر فهي رخيصه، والحاجه اللي لها قيمه هتفضل غاليه طول عمرها. فبالتالي زي ما قلت لك في البدايه ان الاصول ما تزعلش حد، لو كل حاجه جايه على الاصول وجايه على التوافق ما فيش اي طب مشكله في اي حضرتك حاجه. نفسك يا استاذ محمود، كانت ظروفك ايه لما رحت تتجوز؟ ظروفك الماديه كنت لسه بادئ والقيمه حياتي الجديد؟ والسعر؟ لا، كنت بادئ حياتي الجديد، بس كنت واضح. يعني مثلا لما رحت اتكلمت مع اهلي قبل ما اجيب اهلي مثلا، قلت لهم انا واضع 1 2 3 4، هجيب شقه ايجار قديم، هعمل مش عارف ايه، هعمل ايه وبس على كده. والله الامر عاجبكم خير وبركه، مش عاجب خلاص. لان احيانا يعني بعد كده لما بدات ابقى طرف في جوازات مثلا واقعد في قعدات، بيبقوا الواد والبنت بيحبوا بعض قوي، ويتلاقينا في قعده الاتفاق على الجايبه والتفاصيل، مش عايزين يسمعوا ده كلام خناقه، خالص. بتبقى خناقه كبيره. وابقى يعني بعديها اخذت قرار ان اي قعده تحصل في اتفاقات زي كده الواد والبنت ما يحضروهاش، لان بيبقى فيها كلام ما بيبقاش فيها عقل، ممكن يجرحهم. صح، وممكن يدمر الاحساس اللي هم في الاساس مرتبطين بيه، وبيخليهم يدخلوا في دنيا تانية غير قصه الحب وقصه التوافق وقصه تقلب بقالة، تقلب ماديات وبقالة، تقلب سوب والجرام ده مش عارف يتكتب في الجايمه جرام ما يتكتبش فلوس، وده يقول لك الجايمه لازم تبقى مجملها كذا، وتفاصيل بقت غير طبيعيه. الناس بقت الفلوس خواتتها بصراحه. هو حضرتك منين اصلا يا استاذ محمود؟ انا من سوهاج. من سوهاج. سعودي؟ صعيدي اصيل، صعيدي من سوهاج اصيل. هل نقدر نقول ان حضرتك كده بتمثل وجهه نظر الصعايده؟ لا لا لا، او بيئتك اللي تربيت فيها ويعني لا تمثل الصعيد؟ لا بص، عايز اقول لك على حاجه. الصعيد ليه مبادئ ممكن ما تختلفش على اللي انا اقوله، ولكن بيبقى معتمد في الاساس على اصول الطرفين. يعني بنت فلان وبنت علان، مش بنت فلان وعلان فلوس ومنصب. لا، بنت فلان وعلان من عيله. نعم. من عيله فلان ومن عيله علان. تمام. قصص الماديات دي قصص يعني اركنها على جنب. اي نعم، بتبقى ليها قوائم وليها اهميه في بعض العائلات، ولكن في الاساس لازم الناس بتدور على الاصل. فلان هياخد بنت فلان، فبنت فلان دي اصيله متربيه كويس، مفهوم مبادئها زي مبادئنا، تربيتها زي تربيتنا، وهكذا.